يمكن زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة في فقرة الأخبار إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كان بيطلع على المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة، وفي الحقيقة يعني قطاع الزراعة تحديدا في مصر كان ليه نصيب كبير جدا من المشروعات القومية العملاقة اللي تمت في مجال الاستصلاح الزراعي. بنتكلم على مشروع الدلتا الجديدة اللي بيضيف مساحة الرقعة الزراعية بحوالي 2,200,000 فدان، ده بخلاف مشروع 1,500,000 فدان، ده غير إعادة إحياء مشروع توشكا بعد الإعلان عنه في من 24 عام وتوقفه وإعادة إحيائه مرة تانية، ومشروع الصوب الزراعية. كل دي مشروعات بنجني من خلالها أو بنجني دلوقتي ثمارها في ظل أزمة غذاء عالمية. عندنا محصول كبير من القمح، وعندنا كمان في منتجات زراعية بمعدلات تكفينا حتى الوقت الحالي، وكمان التصدير زاد بشكل كبير جدا بسبب هذه المشروعات الزراعية العملاقة والمحاصيل اللي تم ضخها في الأسواق خلال السنوات يعني اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، بمجرد يعني خوض ثمار التحدي وخوض التحدي بشكل كبير جدا في إضافة رقعة زراعية حقيقية كبيرة تواكب المتغيرات الخاصة بالزيادة السكانية. مصر في السنوات الثمان الماضية حققت طفرة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ في التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، وبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي يتم استصلاحها نحو 6 ملايين فدان جديدة، منها 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة على طريق الضبعة، و1.1 مليون فدان في مشروع تنمية جنوب الوادي توشكا الخير، ومشروع 1.5 مليون فدان في نطاق شركة الريف المصري. هذا بالإضافة إلى استصلاح 456,000 فدان في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، و650,000 فدان في مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد، وبلغت تكلفة زراعة 1,000,000 فدان 250 مليار جنيه، في ظل ما يتطلبه استصلاح هذه الأراضي من محطات رفع المياه وترع مبطنة لتوصيل المياه ومشروعات كهرباء الري الحديث وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تحقيق استدامة هذه الأراضي المستصلحة. وتوسعت الدولة في مشروعات الزراعات المحمية بإنشاء 100,000 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومدينة العاشر من رمضان، وأيضاً تم إنشاء 9 مشروعات مزارع سمكية عملاقة بالمحافظات، إضافة إلى استحداث برامج لتطوير قدرات المزارعين.